السلام عليكم. من الجزء ده كان في حد كان سأل ازاي الجزء ده بيتعمل، الموديلينج بتاع الهاي بولي بتاع الشبكة دي، الفتحات دي ازاي بتتعمل. فانا المفروض ان انا كنت هشرح بس اللو بولي، بس انا يعني في الباب ده هحاول ان انا اعمله تاني، يعني على السريع كده نحاول نعمله تاني، نشوف ازاي بيتعمل بالظبط يعني، وازاي ممكن اوصل للمرحلة دي يعني. تمام. فهنا في الريفرنس هنا اللي انا يعني اللي عندي دي صور كنت صورتها قبل كده يعني، فهو ده الباب يعني، الجزء ده بتاع الباب يعني. فاحنا ممكن لو عايزين نعرف تقريبا يعني الارتفاع بتاع الجزء ده، يعني يستحسن نشوف صور فيها ناس واقفين. تمام. ففي صور تانية كنت لقيتها على النت وكده يعني، فيعني لو اعتبرنا مثلا في الراجل ده واقف هنا، نشوف حاجة تانية، في مثلا دي صورة تانية مثلا راجل واقف كده يعني على الشباك، وما فيش حاجة قريبة قوي من هناك يعني، يعني تقريبا كده بالتقريب يعني. صور تانية يعني ممكن نعتبر مثلا ان الارتفاع ده حوالي، لو اعتبرنا مثلا ان واحد واقف هنا طوله 180 مثلا كده من اول هنا لحد هنا يعني، فاحنا ممكن نعتبر يعني بالتقريب ده ممكن يوصل مثلا ل 2.5 متر تقريبا او حاجة كده يعني. ممكن يكون الارتفاع ده على بعضه حوالي 2.5 او 2.6 مثلا، حاجة زي كده يعني. فاللي هنعمله ان احنا هنستعين بالصورة دي، هنستعين بيها ونحطها في الريفرنس في ال ونمودل عليها يعني في ال view في ال viewport يعني. ماشي. هنا تمام. لو حبيت اجيب صورة ريفرنس للباب ده كانت عندي، فباجي عند ال side view. فانا خليته هنا left عشان يبقى نفس الاتجاه اللي هو الأمامي بتاع الباب يعني، يبقى نفس الاتجاه ده بالظبط يعني. فباجي عند view image plane import image، بس باجي هنا عند reference بجيب الاسم بتاعه بس Ctrl V. اوكي تمام. هنا يعني هو السبب ما المفروض يبقى عند اكس هنا. تمام. فباجي هنا بكبره، هو الصورة جت صغيرة قوي يعني، فباجي بكبرها، بحاول اخلي ارتفاع الباب زي ارتفاع يعني قريب من الارتفاع على قدر الامكان يعني. تمام. بعمل سكيل 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 تقريبا يعني حاجة زي كده يعني، تقريبا يعني بتهيألي دي معقولة يعني، يعني ممكن يتغير بعدين في أي وقت يعني، مش مشكلة، مش لازم الدقة أوي في الوقت يعني، ممكن يبقى يتظبط بعدين يعني. تمام. مثلا يعني بس باجي كده عند الصورة دي بوسطانها تقريبا يعني. تمام. يعني حاجة زي كده يعني، يعني كان ممكن بفوتوشوب، كنت يعني قبل ده كان ممكن كنت فتحت فوتوشوب وعملت كروب مثلا للجزء ده ولعبت شوية بحيث ان هو يبقى الجزء ده زي الجزء ده والجزء ده، بس يعني مش يعني ما مش مستاهلة كل ده يعني. تمام. اللي هنا بعمله استخدم السيف بس سريع عشان هنج قبل كده كذا مرة. كنترول سيف از، ممكن نيجي هنا نعمل مثلا تو مثلا سيف. تمام. نيجي هنا عند بوكس موديلنج، نرجع دي لورا شوية، في عند بولي موديلنج نعمل هنا كيوب، يعني ممكن كيوب ممكن بلين يعني، بس فنكبر دي بس عشان نشوف كويس. ممكن هنا ندوس على اكس راي يعني، ممكن يعني بدل ما اتعب نفسي
يعني هقسمه نصين واشتغل على نص واحد بس يعني، عشان ما ليت رايت كليك اختار فيرتكس. ممكن نفتح برضو دي عشان بس، ف نيجي هنا يعني، يعني تحاول ممكن تحاول تخلي جراوند يعني، تحاول تخلي آخر حاجة ملامسة لآخر حاجة يعني، لو أنت بدأت من تحت يعني بس. فبنيجي هنا عند الجزء ده نطلعه لقدام يعني، بس نيجي كده عند perspective نمسك الجزء اللي ورا ده التخين ده نطلعه قدام يعني بالشبه كده يعني، نحاول نرفعه شوية يعني بس. ويجي عند الجزء ده كنترول يعني، في مالتي كات ندوس على مالتي كات، كنترول شيفت اكس الشورت كات بتاعها يعني، ممكن انت تعمل شورت كات لنفسك برضو كده يعني. بس نيجي هنا نعمل ايدج هنا وايدج هنا وايدج هنا مثلا يعني، مش لازم بالملي قوي بس حاجة يعني ما تكونش بعيدة جدا يعني. بس نمسك الفيسز دول، ممكن نمسح الفيسز دول مثلا، مش ديليت مثلا، نيجي عند ال perspective دي ونمسك دي ودي 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 ودي، ندوس على bridge فيوصلهم ببعض يعني. بس كل اللي هعمله، ممكن برضو وانا شغال اعمل كده يعني، ممكن لو حبيت نعمل symmetry يعني، ندوس دي و اكس ونعمل يعني، يستحسن نعملها على ال origin point دلوقتي يعني، ونعمل delete history فين ال custom delete history مثلا، reset transformation reset freeze transformation reset transformation، وبعد كده ممكن هنا نعمل ميرور يعني. بس امسك object كويس، يجي هنا في اختصار للميرور، انا عامل شورت كات هنا للميرور، بعد كده يعني بتقوله دوس فليب، وبعد كده اتجاه في اتجاه الزي ابلاي، بس لازم ثانية مش فليب بقى، كوبي كات جيومتري عشان تبقى حتة منها يعني، كلوز. ممكن بس نقلل الميرج ثريشولد يعني، يستحسن ما تبقاش عالية قوي عشان احيانا يعني، هو هنا تمام يعني، بس احيانا لو في فيرتسيز قريبين من بعض بيعمل ويلد للحاجات، بيعمل ميرج للحاجات اللي انت مش عايز تعملها يعني، فبيبوظ الدنيا يعني. بس ممكن هنا في الحالة دي اجي عند المودلينج، بدوس على سيمتري توبولوجي، بختار ال edge دي يعني، بحيث ان هنا اي حاجة بختارها هنا بتتحرك تتحرك مع ال مع ده يعني. هو احيانا بيبقى فيها مشاكل بس يعني هو تمام يعني، وانا تمام. فبمسك الجزء ده والجزء ده، ال edge ده وال edge ده يعني، نرجع تاني لل front لل side view left view، كبر بس دي انا كده المفروض ان انا ماسكهم يعني. ف بعمل بيفل ونزود الفراكشن ونزود السيجمنتس، بتحاول بقى تظبطها ان هي تاخد الجزء ده يعني 1.2 مثلا 1.3 يعني، هو طلع لبره بس مش يعني، سيبك من الغلطات الزيادة دي هنصلحها بعدين. 1.5 مثلا يعني، ممكن 1.5 دي تبقى معقولة مثلا، ممكن تخليها 4 أو 8 مثلا، خليها 8 مثلا عشان تبقى كفاية، بس متكترش قوي عشان ده كده كده low poly high يعني
هاي بولي ده قبل يعني المش سموز يعني كده كده هياخد سموز، بس اهم حاجه ما تكترش جدا برضو عشان احنا بنحاول نوصل الايدجز دي. تمام كيو، تمام هنيجي هنا الحاجات الزياده دي طبعا عايز امسحهم، بس امسك ده وده 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 مثلا. أو ممكن برضو يعني نمسح الجزء اللي وراني ده عشان ما نقعدش لا ثانية كده ما نقعدش نكرر الكلام مرتين. يعني هو ليه بيسلكت المفروض ما يسلكتش عشان في النص. تمام بوليجون شيفت كليك فبيختار اللوب ليت بس. فممكن هنا مثلا الحاجات الزيادة دي ممكن نعمل تاني الحكاية دي بتاعت السيمتري عشان هو واضح ان هو باظ يعني. ثاني اوف بعد كده نمسك بعد كده توبولوجي عشان ما هو شكله باظ شكله مش نافع يعني، فمش مشكلة يعني أحيانا بيعلق مش عارف ليه يعني. بيبقى حاجة اتحركت غلط مثلا. ماشي نمسح النص ده ونبقى نعمله بعدين يعني. بس فلو جيت هنا يعني عايز مثلا اشوف الدنيا هنا ماشية ازاي، نمسح الحاجات دي مثلا الزيادة دي، نعمل نفس الكلام برضه تحت يعني. حتى ممكن لا بس بلاش يعني، يعني ممكن برضه اشتغل على الجزء اللي فوق وابقى اكرره بعدين يعني. فا يعني ممكن يعني انا همسح اغلب الحاجات دي يعني عشان بس ما تلخبطليش الدنيا يعني. تمام كده حلو كده جدا تقريبا كده يعني. بس كنترول شيفت اكس واوصل الايدج ده مثلا، كنترول امسح الاول ايدج العجيب ده كده. بس نحاول بقى نوصل الايدجات دي، نحاول نوصلها بباقي الحاجات يعني. يعني لو جيت هنا مثلا كنترول شيفت اكس كده في 1 2 3 4 مثلا، كنترول شيفت اكس كنترول شيفت اكس 1 2 3 واحدة تانية كده يعني. نمسك ممكن نمسك ال vertex و vertex تانية ونعمل connect. ممكن حتى نمسك دول ننزلهم تحت شوية كده، ممكن نمسك دول نتأكد بس ان هما scale. ممكن تفضل دايس v عشان يعمل snap اللي هي دي يعني، دول دايس v snap على ال point يعني. بعد كده اعمل snap كده يعني سناب على الجزء ده يعني كده يعني وكده يعني سناب على الحتة دي يعني فيو. تمام كده ودي دي مع دي وكونكت، دي مع دي كونكت مثلا دي مع دي. لو ممكن لو دوس جي هيكرر نفس الخطوة اللي فاتت يعني، بس مش عارف ليه ما بتشتغلش مع الكونكت اللي هنا يعني ما اعرفش ليه. فتضطر انت تختارها من دي او تقول له مش كونكت edit مش كونكت. تمام نمسح بس الفيرسيز الزيادة غلط يعني، غلط ان هم يبقوا موجودين يعني. وهنا نفس القصة برضه نمسح الحاجات الزيادة دي، بس نفس الكلام برضه هنا يعني يعني تضيف الحاجات دي. يعني ممكن حاجة من الاتنين يعني، ممكن تكرر الجزء ده وتعمله تحت تاني وكده، يا إما يعني لو عملت كده مثلا هيبقى أسرع يعني، بدل ما أقعد أكرر تاني يعني، بدل ما أقعد أكرر تاني لو أمسك ثانية كده أمسك الإيدجز دي
وادوس كونكت، اجي عند مولينج كونكت وحدايه واعمل دي سكيل، تعالي كده، واجي هنا بمسح الجزء ده كله على بعضه، بشتغل على الجزء اللي فوق بس، وبعد كده اكرر اللي تحت يعني، وابقى احركه بعدين يعني عشان اوفر وقت يعني، بدل ما اقعد اعملها مرتين. تمام، بس هاجي هنا عن target weld، ممكن نعمل دي دلوقتي يعني، مش عارف نعملها دلوقتي ولا لا يعني، بس يعني سيبها دلوقتي. تمام، نيجي مثلا هنا عند الحاجات دي، 1 2 3 4 تقريبا يعني، سكيل في، سكيل في، لا في مش سي، وهكذا يعني كده يعني، سكيل في. تمام، دي مع دي كونكت، دي مع دي جي، هيكرر نفس الحكاية يعني، جي دي مع دي جي. بعد ما تدوس جي بتدوس كيو عشان يعمل دي سيلكت، عشان يرضى ينفذ العملية يعني. تمام كده، ممكن حتى يعني نعمل دول مثلا لو حبيت، بحيث ان هو يبقى كل حاجة كويس يعني، 1 2 3 4 1 2 3 4 كده يعني، ممكن يبقى كده كده مثلا. ودلوقتي يعني طبعا يعني ممكن طبعا تتعمل احسن من كده يعني، او حتى ممكن على طول يعني مرة واحدة، ممكن نمسك دول ونخليهم، نحرك دي يمين سنة مثلا، جي جي مثلا يعني، هو يعني بس عشان الفلو يبقى شكله كويس يعني. يعني ممكن حتى نحرك ده شوية كده وده شوية كده لفوق مثلا، ده كده شوية، ده حتة صغيرة كده يعني. يعني هو مش مهمة جدا الخطوة دي دلوقتي، بس يعني على السريع كده بس يعني، طالما في نفس ماسكينها يعني بس يعني، ف بنعمل كده، طلع دي فوق سنة مثلا، طلع دي فوق سنة بس يعني، مش لازم الدقة دلوقتي حالا يعني بس، ف ودي تبقى تحت سنة كده، ممكن دول كلهم يطلعوا فوق أصلا، كده كده أصلا هنظبط الكلام ده بعدين تاني بس. ف كنترول اس على طول، هنيجي هنا بس، نيجي هنا نعمل ميرور للجزء الفوقاني ده. فلو جيت هنا الأول بظبط البيفت، يبقى هنا تقريبا يعني، بس بعمل ديت هيستوري الأول عشان دايما بيهنج، لو عملش ديت هيستوري هيهنج. ف ثانية، اندو دي وفي عشان حرك الجزمه ده بس. وبعد كده باجي عند ميرور اللي هي نفسها بتتجاب من هنا، من مش ميرور، لو عايز تجيب السيتنجز بتاعتها مربع لاين. بس بعد كده باجي عند كات جيومتري، بتعمل في كذا حاجة يعني، فانت بتقول كوبي، بتعمل كوبي وبتعمل كات جيومتري، تختار الاتجاه اللي احنا باصين عليه اللي هو الواي،
عكس الاتجاه، احنا عايزين سالب، فبتختار سالب، بتدوس apply او mirror يعني. بس وهنا بتيجي ال settings دي، تختار الحاجات دي، تحاول طبعا تقلل ده على قد ما تقدر، لو بحيث ان لو في حاجات قريبة من بعض جدا احيانا بتعملها ميرج بالغلط، بس هي في الحالة دي عادي يعني. دوس كيو، كيو بيعمل يعني اكزيت لأي حاجة. بس بمسك دول، باجي عند الفيو بتاعنا ده، نظبطهم تاني هنا، نمسك الحاجات اللي تحت دي، بس اتأكد ان هو عملهم سكيل، بدوس اكس عشان يظبط على الجراوند، باجي هنا بظبطهم على الجراوند يعني. تمام كده يعني. ممكن حتى امسح امسح دول، هم كنترول شيفت اكس، واعملهم تاني عشان بس تتوسطن مظبوط يعني. يعني لو حبيت يعني اعملها بعد كده بطريقة تانية يعني، كنترول اس بس. ف يعني هو الـ هو ال يعني هي الفكرة في كده يعني، انت بتعمل ده اللي بتعمله يعني. بس كده بتيجي بقى عند النص التاني، بعمل ميرور.